صور تناقلتها وكالات الأنباء من داخل قطاع غزة وبالتحديد على بعد أمتار من الحدود المصرية صور ما قال فلسطينيون إنها حفارات وأليات مصرية تعمل ليل نهار منذ أسبوعين تقريبا لكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت قبل أيام إن مصر تبني جدارا فولاذيا لمنع عمليات التهريب من وإلى قطاع غزة عبر الأنفاق كما نقل مراسل بي بي سي في غزة عن أهل القطاع قولهم إن عددا كبيرا من أنفاق التهريب قد دمرت بالفعل جراء أعمال الحفر المصرية هذه واحده من يعني اجهزه الحفر الموجوده وهي اجهزه تدخل الى باطن الارض باعماق تصل الى نحو 30 متر تقريبا، هذا ما تاكدنا منه من قبل الاهالي وسكان المنطقه هنا. القطاع يخضع اصلا لحصار اسرائيلي، فضلا عن قيام مصر بفتح معبر رفح، منفذ فلسطيني غزه الوحيد على العالم في الظروف التي تراها الحكومه المصريه مناسبه. شهود العيان من داخل غزة قالوا إنهم يشاهدون عمل الجرافات المصرية كل يوم الصبحيات من بعد صلاة الصبحيات لها الحين الفحارات بيشتغلوا من هنا لأول السنة بيحكوا أنه بدهم يلغوا إشي اسمه أنفاق بدهم يسكروا كلياته عسبة أنهم يخنقوا غزة أكثر ما هي مخنوقة وغزة ترفع ديها أما حركة حماس المسيطرة على القطاع فقالت إنها تتحرى الأمر مصر لها أن تدافع عن حدودها ولها أن تفعل ما تشاء أنا شخصيا ليس لدي معلومات أنه حطت جدار ولا غيره ولكن لدينا معلومات ان هناك فرق اوروب امريكيه تاتي بين الحين والاخر لتشاهد الحدود الانباء والصور القادمه من قطاع غزه لم يعلق عليها احد من المسؤولين المصريين بحسب مراسل بي بي سي في القاهره هناك صمت مطبق من قبل المسؤولين المصريين حول ما نشرته الهارتس الاسرائيليه وما نقلته وكاله الانباء حول بناء مصر جدار فولاذي على حدودها مع غزه ولكن صحفا مصرية مستقلة نقلت عن مصادر أمنية نفياها أن تكون القاهرة بصدد بناء هذا الجدار وشددت هذه المصادر على قدرة مصر على التعامل مع عمليات التهريب دون اللجوء لمثل هذا الجدار الشريط الحدودي بين مصر والقطاع يشهد من حين لاخر غارات اسرائيليه لتدمير ما تقول انها انفاق تهريب تستخدم لامداد حركه حماس بالاسلحه والمتفجرات بينما يقول الفلسطينيون انهم يستخدمونها لنقل البضائع الى داخل القطاع الذي يشهد حصارا